ما اقولكوش بقى وايه تاني؟ ايه الخضة دي، ايه السحبة دي. شفتي بقى؟ لا السلام عليكم. بصوا يا جماعه الحب ايه، النهارده دخلت البيت لقيتها عامله لي كحك صحي جدا ينفع لكل الناس. القي كلمتك يا رحاب. ايه هنحط لكم اللينك بتاع الحلقه بتاعته عشان تشوفوه، بجد طعمه حلو جدا مع كوبايه شاي بقى سلام وعدن قرم فيلم اقولكوش بقى. وايه تاني؟ ايه الخضه دي، ايه السحبه دي. شفتي بقى؟ لا يعني بجد بجد يا جماعه من احسن الكحك اللي عملته، يعني انا بجرب والحاجه الحلوه بجد هي دي اللي بنقول لكم عليها، لكن لو حاجه وحشه مش بنقول عشان حرام من هضم. في عجاله كده يعني ده قد ايه؟ يعني دي ايه عبارة مكوناته ايه؟ دقيق لوز وجبنه كيري وذره ملح بسيطه وممكن رشه سكر صغير وبيكنج باودر وايه تاني وايه تاني وايه تاني وايه تاني يا رحاب افتكري. وسمنه، هنبس الكحك بايه؟ ما لازم سمنه يعني. طيب ايه تاني برضو تنصحي مين؟ مرضى مين؟ مرضى السكر؟ سكر وطبعا الناس اللي الهيلثي، يعني اللي عايش حياتها حياه صحيه اللي بتخاف على نفسها جدا، ان هم اصلا رفنطعين برضو بيخافوا على نفسهم، والاطفال اللي عندهم سكر، مرضى سكر عموما يعني، والناس اللي عندها برضو كانسر. وربنا يحميكم ويحفظكم جميعا يا رب، ودايما تبقوا باحسن حال واحسن صحه. تمام، يعني دي ممكن ياخدوها منها في اي، يعني ما تخافش منها لو انت بتثبت وزنك تاكل منها ما تخافش. لو انت مثلا عايز تكافح الكانسر ما تخافش. أيوة. لان ده ما بيرفعش مستوى السكر في الدم. لان مكوناته الجلايسيميك اندكس بتاعها ايه؟ منخفض. على فكره هو خطفني، خطفتها جامد. خطفتها جامد. وعايزين نقول لكم يا جماعه احنا هدفنا في الصفحه والمحتوى بتاعنا بننصح بيه الناس كلها انها تغير حياتها. اختيار الدايت الصح هو انك انت تغير اسلوب حياتك، واحنا بنحاول بقدر الامكان نشارككم حياتنا. يعني فعلا والله هو انا ما قلتلوش ان انا هعمل كحك اصلا ولا اي حاجه، هو طلع لايه موجود عشان عارفه ان احنا بالليل كده بنحب نتسلى بكوبايه شاي كحك يعني كده، فمش بنحب نخرج بره القواعد بتاعتنا، ومبنحبش نطلع مستوى السكر بتاعنا في الدم بيكون عالي عشان لو طلع اجركم الله ايه اللي هيحصل؟ جوع بقى رهيب، جوع رهيب، زياده مستمره في الوزن، زياده التهابات. انا برضو الفتره دي ملاحظ جدا مقاومه الانسولين زايده عند الاطفال اللي عندها 9 سنين و10 سنين و11 سنين 11 سنه. ليه يا جماعه؟ عاداتكم الغذائيه غلط، عاداتكم الغذائية خاطئة يا أمهات يا أباء، عاداتكم الغذائية خطأ. مقاومة الأنسولين 30%، جين وراثي، و70% عدم حركة واختيارات أكل خاطئة. أيوة ادينا كمان. اختيارات أكل خاطئة تؤدي إلى 30% جين وراثي، يبقى 100%، وتلاقي الشخص زاد الوزن وتسدي في منطقة الصدر، وهتلاقي منطقة بطن عالية. ليه كل ده؟ عشان عاداتنا الغذائية خاطئة جدا. أرجوكم حافظوا على عيالكم، أرجوكم حافظوا على ولادكم، أرجوكم شير بقى ولا إيه؟ طبعا شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.